نعم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة فضل الرجل والرجل فضل المرأة ولاغترف جميعا. نعم. في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فضل ميمونة. نعم. كيف نجمع الحديث؟ الأول نهي أشياء، يعني ينبغي للرجل مع زوجته أن لا ينفرد بالغسل وهي بغسل، والأفضل أن يغتسل جميعا في إناء واحد وفي مكان واحد، هذا معنى الحديث، وليس نهيا للتحريم بل ولا للكراهة، لكنه نهي إرشاد، بدل ما أنك أنت تغتسل في إناء والزوجة في إناء اجتمع. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، حتى أنها تقول دعلي دعلي، وهذا أيضا مما يؤدي إلى قوة المحبة والرابطة بين الزوجين، فهمت؟ أما اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة فلأنها سبقته، ولم يصادف أنها أن وقت اغتسالها وقت اغتساله، فاغتسل بعدها، فهمت الآن؟ وعلى هذا يتبين ضعف ما ذهب إليه الفقهاء من أن الرجل لا يغتسل بما خلت به المرأة لطهارة واجبة، بل نقول يغتسل ولا حرج.